خاص بنادي الزمالك. الزمالك بينهي اتفاقه مع حازم إمام على تمديد عقده موسمين. تفاصيل الخبر ان إدارة الكرة بنادي الزمالك خلاص تحت إشراف طبعا أحمد مرتضى اتفقت مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حول استمراره ضمن صفوف الأبيض لمدة موسمين مقبلين، بعد جلسة كانت شهدت بين اللاعب طبعا تكلموا في تفاصيل كتير جدا اللي بتخص تمديد تعاقده مع النادي اللي طبعا بينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبيتم عرض كافة الأمور على رئيس النادي للحصول طبعا على موافقته والحصول على توقيع اللاعب وإعلان الأمر بصورة رسمية خلال الفترة الجارية بعد إنهاء كافة الاتفاقات مع اللاعب. دي بعض اللقطات طبعا من أعضاء الفريق، وواضح الفرق كلها واضح طبعا إن الجميع طبعا ده كان اجتماع اللجنة الخماسية بمندوبي الفرق، الجميع ملتزم في الحقيقة بالإجراءات الاحترازية، الكمامة، التباعد الاجتماعي، أكيد ده شيء مهم جدا. وعايزة في الحقيقة أتكلم على نقطة